وبهذا نكون قد وصلنا إلى أولى ملفاتنا المخصصة للنقاش خلال هذه الفترة الإخبارية، وسيكون لنا الحديث إذن مع الدكتورة زهرة الحياة حمداش رئيسة مصلحة طب الأطفال في مستشفى القليعة للحديث عن حالات انتشار الإسهال لدى الأطفال. مرحبا بك معنا دكتورة. مرحبا، شكرا على الدعوة. أهلا بكم معنا دكتورة. إذن انتشرت في الآونة الأخيرة تسجيل عديد حالات الإسهال والحمى لدى الأطفال. بداية نتحدث عن هذه الأعراض وعن أسباب هذه الأعراض. بالطبع ككل سنة مع موسم الاصطياف في مشاكل صحية أكثر شيوعا، وككل سنة نحن نشوف ارتفاع محسوس في عند الأطفال عن بما يلي الإسهال، التقيؤ، الحمى. هذو هما الأعراض الأكثر انتشارا والأكثر يجول ليزيرجونس بيدياتريك. دونك الطفل كباقي الأطفال، الطفل أكثر عرضة لهذه الإسهال، وهذا بطبيعة النمو تاعو، فأن الطفل المناعة تاعو تكون ما تكونش متكاملة كالشخص الكبير، لذا فهو سيسيبتيبل دافواغ بلوس دو دياري دو فوميسمون كو شي لادولت. طيب دونك الطفل المعرض عندهم عدة أسباب. دابور المناخ في فصل الصيف تكون درجة الحرارة والرطوبة في ارتفاع، وهذا يؤثر بالنسبة بطريقة ديريكت عند لونفون. داكور، كاين ارتفاع في حركة بين الناس في فصل الصيف، نشوفوا الناس يروحوا لي سورتي، كاين زيارات عائليه، وهذا يؤدي بالاحتكاك بين الناس. كي يكون واحد فيهم يكون مريض، العدوى تكون بكثره. كاين عامل ثالث هو استهلاك المأكولات خارج المنزل، وهي اقل صحيه بالنسبه للاكل المنزلي. طيب دكتورة، هذه الأعراض سجلت حيرة لدى أوليائهم، يتساءلون إلى حد اليوم عن السبب وراء هذه الأعراض. هل هو فيروس أم فيروس مؤقت بالنسبة لفصل الصيف، أم هو بسبب ربما موسم الاصطياف، خاصة أنه دائما ما تلاحظ هذه الأعراض لدى الأطفال بعد توجههم للشواطئ. شواطئ، بما قلنا ديجا الاسباب اللي يخلوا شويه الارتفاع تاع درجه الحراره وارتفاع الرطوبه والمناعه تاع الطفل، زياده هذا هو ارتفاع الرطوبه تؤدي الى تكاثر بعض الجراثيم، ومن بينها جراثيم تكون فيروسيه هي اكثر شيوعا، هي الاكثر فريكونت، وكاين امراض بكتيريه. دونك هادو ينصيبوهم الكثرة بعد التجول الى المنازعات الى شواطئ، لان ثم يكون تحاكك بين الاطفال. دونك والانسولاسيون الشمس، ضربة الشمس ثاني تؤدي الى الاسهال والتقيؤ والصداع في الراس. هادو هما كامل الامراض، الشواطئ والفيروسات هما يؤدوا الانتشار هذه الاعراض التي تكثر وتجي في المستعجلات الطبيه، لان الطفل الصغير لا يستحمل هذه الدرجه الحراريه المرتفعه التي تؤدي للغالب الى تروب نورولوجي، صدير الطفل يفقد الماء اللي هو نسبه عاليه في جسم الطفل، 70% من لاماس في الماء. إذا الطفل ضيع هذه النسبة تاع الماء فهو مع الأملاح المعدنية، فهذا يؤثر ويؤدي به إلى الجفاف، وهي المشكلة الوارثة التي تصادفنا في حياتنا اليومية في العمل. طيب، وماذا عن ارتفاع الحمى لديهم؟ ارتفاع الحمى نتيجة على الفيروس ونتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وان من حتى الجفاف يؤدي الى ارتفاع درجه الحراره، لان في جسم الانسان وخاصه عند الطفل عندنا ان سونتر في الراس في الدماغ هو اللي يريغولا التمبيراتور. عند الطفل هذا لو سونتر ريغولاتور اني با ناتور، نزيدوا له اعراض
كضربة الشمس وجفاف وتقيؤ، فهو يكون ديزيكيليب والحمى ترتفع بكثرة. دونك الأولياء لازم يكونوا تري فيجيلون مع ولادهم. دونك الطفل ما يعرفش يقول لك أعطيني نشرب، باسكو السوائل لازم تعوض بسوائل، السوائل اللي يضيعها الطفل تعوض بسوائل الشرب، والطفل ما يعرفش يغكلامي. دونك من الواجب الأولياء يعطوهم أشاك فوا توت لي 15 مينوت، ولا يعطوهم الماء. طيب بما أنك تحدثتي عن دور الأولياء في مراقبة يعني الأطفال، كيف يجب أن يتعامل الأولياء مع أطفالهم في هذه الحالات؟ في هذه الحالة لازم الأولياء يكونوا واعيين شوية وما يدخلوش مع الندوة على الأطفال. الطفل ما يعرفش الخطأ، دونك باش يروح لشواطئ الشواطئ يفو ايفيتي يروح لها مع صباحا، على 9 تاع الصباح حتى العشيه. دونك كاين مواقيت اللي تقيهم من عرضة الشمس، دونك بين 3 تاع العشيه يدوا المظله، يدوا لا كريم بوماد، باسكو ميم الجفاف منين يجي من الاسهال والتقيؤ، ويجي اوسي ثاني من الجلد، الجلد الانفون كيتحرق يتحرق و il perd de substance donc il perd de liquide il perd سائل، دونك هذا يؤثر عليه ويعطي له الحمى ويعطي له جفاف. دونك الام لازم تعرف تدي المظلات النظارات، تدي لها الكريم بوماد لحمايتهم، المأكولات لازم تديها من المنزل في ثلاجات هذو صغار اللي يدوهم. دونك ايفيتي الماكله تاع برا، ايفيتي ماكلة تاع برا، وايفيتي عرضة الشمس، ويعطي للطفل تاعها بلا ما يدمونديها تعطي له يشرب الماء. لازم ريفلكس عند الاولياء كل 15 دقيقة عندها البيبغون تاعها ولا القرعة تعطي له يشرب. طيب وهل يجب فور ظهور هذه الاعراض لدى الاطفال التوجه الى طبيب لكي يشرع ولي الامر في اعطاء الادوية لطفلها الصغير؟ اسئلة جد قيمة. في الاول كيكون اسهال عادي 3 4 مرات وما كانش تقيؤ، دونك نقدر نغومبلاسي نستبدل هذاك الوسمو بالسائل بالشرب، نعطي لها تشرب نعطي للطفل تاعي يشرب. الا شفت بلي الطفل تاعي ماهوش قادر يشرب وبدات الحمى وبدات تقيؤ، استاذي واش راني نعطي له او يرجعوا، هنا نتوجه الى الاستعجالات الطبيه. طيب وما هي الاجراءات الاوليه التي تؤخذ؟ تكون حالة الحمى. نعم، ما هي الإجراءات الأولية التي تؤخذ في مثل هكذا حالات إذا كانت حالة هذا الفيروس أو هذا التسمم يعني جد متقدمة؟ المتقدمة هو الاستعجالات الطبية، يفو أون لو ديكلار باسكو بور فيغ لونكيت باش نشوفوا شحال كاين من وسمو، نعاودوا لهم السوائل الضايعة بسوائل، ندير لهم دي بيرفيزيون، نحطوا لهم الحمى. سي توجور يفو ان تخاتمون سيمسوماتيك، نيا با دونتيبيوتيك داكور، c'est un virus donc il faut jamais donner les antibiotiques. نعطو كل اعراض الدواء تاع التقيؤ نعطوه لهم مع احترام الجرعه، نعطي لها السائل الضايع نعطيه لها التيرفيزون الا ما قدرتش تشربوا على الطريق الفم نديروه لها عن طريق العرق ونحطوا لها الحمى ونعسوا ونفهموها لمامو الاعراض التي هي تاع الجفاف باش ما نخلوهاش توصل للمرحله تاع الجفاف اللي هي تعتبر مرحله خطيره. طيب نصل الآن إلى موضوع آخر دائما بطبيعة الحال من أمراض موسم الاصطياف ما نشهده أو يشهده أولياء الأطفال عند أطفالهم، خاصة بعد التوجه إلى الشواطئ أو بعد يعني ارتفاع أو الارتفاع المحسوس لدرجة الحرارة فيما يخص أمراض الجلد وضربات الشمس. دكتورة، كيف يجب للأولياء أن يتعاملوا مع هكذا نوع من الأمراض أو ما هو التشخيص الأمثل لضربات الشمس وامراض الجلد لدى الاطفال؟ داكو، في هذه الامراض في موسم الصيف قلنا كاين الاعراض تاع الجهاز الهضمي التقيؤ والاسهال، وكاين امراض الجلديه نشوفوهم ثاني يتقابلون على المستشفى باعراض تاع الجلد، هذا الجلد التحريق او تاع الناموس البعوضي هذا. دونك لي مامون نقولوا لهم يروحوا يكونوا توجور فيجيلون مستيقظين على يقظه، يبداو توجور يعطوا نعطوا لهم لي كونساي باش ما يوصلوش لهذاك الشيء. دونك الحمى توجور عندها باراسيتامول في الشنطه تاعها في الحقيبه تاعها، تبدا توجور حاجه باراسيتامول تعطي له باش للصداع الراس للحمى. شرب الماء، شرب الماء عنصر مهم ما نقولوش بقاي
هاد وقاية وعلاج الماء. وقاية وعلاج وتدي الاحتياطات تاعها كما قلنا المظلة تبقى في مكان فيه الظل ما تبقاش قدام الفضلات هادو كامل فيهم ميكروبات كاين في الشواطئ ماشي مقيين دونك تأليفي هذوك الشواطئ. طيب دكتورة بما أنك تحدثتي عن هذه النقطة الجد مهمة فيما يخص الشواطئ وربما شروط النظافة والسلامة الصحية، نصل الآن إلى نقطة جد مهمة فيما يخص النمط الغذائي للطفل الذي من الممكن أيضا أن يساهم في تسممات غذائية. بعيدا عن النمط الغذائي، هل ترين أن الشواطئ أيضا يمكن أن تساهم في نقل العدوى والفيروسات؟ أكيد بالطبع الشواطئ تساهم نسبة كبيرة في نشر العدوى، هناك استكاك، شروط النظافة لا أظن مام سيفا أنيفاق ألي توجور عن سيفيزونت، ما كانش شروط 100% تاع النظافة، تشوفي المأكولات معرضة للشمس وهنا تلوث الميكروب يكون أكثر انتشارا. طيب وبعد إصابة الطفل بهذا الفيروس أو هذا العدوى هل يمكن أن ينقله لطفل آخر إذا كان ربما أخوها الصغير أو أحد معه في العائلة طفل صغير بطبيعة الحال؟ أكيد أكيد للانتشار العدوى الاحتكاك هنا هو يزيد الانتشار العدوى والزيارات تزيد ساعة عامل ثاني تزيد الانتشار العدوى لهذا نقولها لي يكون مريض وقعد في داره داكو ما كانش زيارات يكونوا مرض كل وحدة تشد دارها دونك الطفل الكبير ما ولا كان الخوه صغير ولا اخته صغيره في مريضه ما يدناش ليها نقلوا شويه الانتشار باسكو الفيروس ينتشر في الهواء راهو هنايا الي لا. طيب وفي حال ما اصيب الطفل الصغير بالاسهال دون حمى هل هذا له نفس درجه الخطوره؟ عند الطفل الصغير اكيد تكون الخطوره اكثر من عند الطفل فوق 5 سنين. الطفل الصغير النسبة تاع الماء تاعو تكون في الجسم تكون في 80% دونك إسهال صغير 4 مرات ولا 5 مرات يقدر يؤثر عليه. طيب دكتورة الكثير من الأولياء ربما يستمعون الآن لنا في هذه اللحظة والكثير منهم يتوجه مباشرة إلى الطب البديل وفي بعض الأحيان يتوجه مباشرة إلى الصيدليات دون اللجوء إلى وصفة طبية، ما هي رسالتكم ونصائحكم لهؤلاء الأولياء؟ سي نوتر بروبليم هذا يفو جامي تروحي ديريكتومون صيدليه بلا ما تجوزي على الطبيب لان هناك هذو المكملات الغذائيه ليس للطفل الصغير. الطفل الصغير عنده سي لا ريدغاتاسيون سولو لو ام اس عالميا العلاج الاسهال ولا سي ان تريتمون اللي بيان كوديفي سي عالميا لو ام اس تقول لك سي لا ريدغاتاسيون يفو نعاودو نعطي له الاعاده التنمية والإملاء مع الإملاح باسكو كل حاجة نكالكوليوها عند الطفل باسكو كان نعطيولو أكثر من اللازم ماشي مليح نعطيولو قل يأثر عليه ما درنا والو دونك كل حاجة على حساب الميزان تاع الطفل دونك الميساج اللي نقول لي بارون دونك يكون عندهم إسهال صغير 1 أو 2 سال باغ جور سي تشربي له لوليدك كيما مثلا نقول لكم الاملاح وكامل الا شفتي بلي الطفل يغوفيز دو سانيمونتي ما يحبش يشرب عنده حمى يتقيؤ اطلب منكم توجه الى الاستعجالات. فهنا طبيب الاطفال هو اللي يعطيك الوصفه اللازمه لهذا الحاله. طيب وبالنسبة لمن يظهر لديه بقع سود حمراء عفوا يعني على جسمه ونوع من الحساسية هل تعتبر هذه التهابات جلدية فيروسية؟ تقدر تكون فيروسية كم تكون نتيجة حساسية بالكونتاكت مع الماء اللي فيه الملوث فيه الحشرات كاين حشرات اللي ميجي في البحر ينصبوهم بزاف الأطفال يعانون من هذا المشكل دونك يتوجهوا للطبيب يعطيهم كريم يعطيهم سيرو تاع الحساسيه. ايضا فيما يخص في بدايه حديثكم معنا الدكتوره كنت قد اشرت الى التغيرات المناخيه الكثير من الاولياء يعني خاصه الاولياء الجدد لدى اطفالهم يتخوفون من المكيف الهوائي وكيف سيؤثر على صحه الجنين او الطفل الرضيع، ما هي نصائحكم فيما يخص استعمال المكيف الهوائي للاطفال خاصه الرضع؟
داك شكرا على الاسئله. هذه الاسئله كل يوم تجينا من عند الاولياء لانهم متخوفين من المكيف الهوائي. سي فغي كيكون المكيف الهوائي يكون فاغ ولا ياثر على الطفل، وهو ما ياثرش ديريكتومون باسكو حنا رانا في موسم الحراره، ارتفاع درجه الحراره تؤثر على الكبار وعلى الصغار. لذا المكيف الهوائي اذا عرفنا وحسننا الاستعمال تاعو مش راح يضرها. دونك المكيف الهوائي نقول لهم توجور واش عليك تحبطوه ب 26، دونك ما تكونش تغيرات حراريه تكون فلاغون معتبره، ستادير يكون في غرفه فيها سخانه من بعد نعاود ندوه في غرفه واحده اخرى وين ندير الكليماتيزور نديرو في 22 19، هنا التغير يكون معتبر وياثر عليه وعلى الجهاز التنفسي تاعو. باغ كونتخ الا درنا المكيف الهوائي نديروهوش عليه ينقص جوست 3 درجات حراره ولا مش عليه يكون 26 27 سي بون. دونك ونيفيتيو الكوروندار هو اللي اثر على الدراري. نعم، جزيل الشكر لك دكتورة زهرة الحياة حمادش رئيسة مصلحة طب الأطفال في القليعة على هذه الشروحات القيمة التي وافيتنا بها.